مساء الخير من أردننا شامة من مدينة مادبا، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بيت للكل. اليوم معكم من عاصمة السياحة العربية، أهلا وسهلا فيكم جميعا. يعني هذه المدينة التي تصافح التاريخ الغائر على مر العصور والحضارات، أيضا نصافح الأحبة العرب من مصر الأهرامات ومعبد الكرنك إلى عراق الرافدين والحدائق المعلقة. أما فلسطين الحبيبة فالأقصى شاهد على معجزة الإسراء والمعراج إلى مولد السيد المسيح في كنيسة مهدها. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أهلا بيك يا إبراهيم، وطبعا إحنا في الأردن يعني بلد الكرم والحضارة. في الحقيقة يمكن بيت للكل مش فقط أنه يتنقل من بلد لأخرى، ولكن أن ينقل بعينيه إليكم في كل بيوتكم العربية هذه المشاهد الجميلة الخلابة عشان تكون دعوة. عندما تأتي هنا إلى الأردن أنت أمام متحف حضارة مفتوح كبير لحضارة طبعا بترا والأنباط، وتعود لأكثر من 10,000 عام. في مدبة اللي موجودين فيها الآن نحن نعود لأكثر من 3,000 عام، فأنت تتحدث هنا عن آلاف السنين بأماكن سياحية بتاريخ بديانات بحضارة. وأنا قاعدة كده يعني لو بس بصيت شوية كده وكأني سأرى فلسطين، وعصا موسى تبارك المكان، كلها أماكن جميلة. وسنسعد معكم أن ننقل بأعين بيت الكل لكم في بيوتكم العربية ونتحدث عن السياحة العربية. بالتأكيد يا شافكي اللي تتحدثين به كأنما شعر حقيقة، بما أنه هذا المكان العتيق اللي في كل حجر من زوايا هذا المكان قصة، وفي كل مكان تاريخ، وفي كل مكان حضارة عظيمة وكبيرة قدمت. ذكرتي عصا موسى وذكرتي أيضا فلسطين الحبيبة، مع نسمات هذه الهواء وكأنما نشم رائحة فلسطين ورائحة القدس وطيبة أهل فلسطين. مأدبة التي تحمل في ثناياها الكثير من الحب، وتحمل الكثير من رسائل المحبة والسلام والتآخي. مدينة الفسيفساء هو التجمع واللحمة الوطنية الحقيقية لأهالي الأردن. هذه صورة مصغرة من صور الأردن التي تجمع العرب أينما حلوا، وحقيقة هذه البوابة المشرقة على بلداننا العربية، إن كان على صعيد العراق وعلى مصر وعلى فلسطين وباقي البلدان العربية، دائما تكون الأردن هي الحاضنة وصاحبة الحراك حتى على الأصعدة السياسية والثقافية والأدبية. فليس بالغريب على هذه المدينة، مدينة مأدبة، أن تكون مدينة للتراث والحضارة العربية. فحقيقة نبارك للأردن شعبا وقيادة بهذا المنجز الكبير، وهي تستحق الأكثر. نعم، على بعد 30 كيلومتر عن العاصمة الأردنية عمان تقع مأدبة، المدينة التي تشمل العديد من الكنائس المميزة التي يعود زمنها إلى سنوات طويلة، وتجمع الفسيفساء، مدينة الفسيفساء، السياحة العلاجية أيضا، توافد السياح بشكل مستمر. هذه المدينة التي ارتبطت بمسار مع السياحة العلاجية، حمامات معين والبحر الميت، وتوجت بعاصمة للسياحة لعام 2022. مأدبة جارة العنب، هذه هي مأدبة جارة السيول والينابيع، حارسة المجد والفسيفساء، بيت الهواء الجبلي، جارة العنب والزيتون. قبل كنا نعرف المثل أهل مكة أدرى بشعابها. حقيقة اليوم من خلال برنامج بيت للكل وزيارتنا للأردن ومصر وفلسطين صرنا نطلع على كثير من التفاصيل اللي كنا ما مهتمين بيها. تلاقح الخبرات والثقافات، أخذت شيء من فلسطين، أخذت شيء ثاني من الأردن، أخذت عن مصر. حقيقة صرت خير سفير لهذه البلدان، لبلد العراق. ممكن اللي ما زاير هذه البلدان أو ما عنده اطلاع حقيقي عليها، أو لا يوجد تسويق حقيقي للسياحة في بلداننا العربية، وهذا الشيء اللي دائما احنا يعني نتوقف عنه، نقول هناك خلل في قضية التسويق للسياحة للمناطق الآثارية، المناطق الدينية، السياحة العلاجية اللي موجودة في بلداننا. فحقيقة مثل هذا البرنامج هو فلاش بسيط وضوء بسيط ونافذة أمل لبلداننا العربية، ومخاطبة حقيقة حتى لأصحاب القرار في بلداننا بأن نهتم كثيرا في الجانب السياحي، فمواردنا الاقتصادية الحقيقية لا تعتمد فقط على ما ننتج. هذا يعني هذا الجانب هو الجانب الأهم في السياحة، وأيضا تشغيل اليد العاملة من هيئة فنادق معينة والحرف اليدوية راح يشتغلون. فكل هذه الأمور تنجمع في قضية السياحة العربية، ويا رب أن نشاهد السياحة العربية في المصاف الدول الأولى.